بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، نعم، اخذنا ما يتعلق بشروط حضور الدورة، منها وهي أربعة. طيب، الأول الإخلاص، الإخلاص، الحفظ، حفظ المتون، أداب طالب العلم، الحفظ المتن، وأدب التلقي، والمذاكرة وأدب التلقي. الله يفتح عليك. نعم، شروط لا، ماذا أخذنا غيرها؟ أخذنا أسئلة خمسة، لماذا نتعلم؟ أخذنا أن هذا المتن، متن الأصول الثلاثة، لابد من أسئلة خمسة قبل البدء في دراسة هذا المتن. السؤال الأول، لماذا نتعلم التوحيد؟ لماذا نحفظ المتن؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد لأن هناك من يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم الناس التوحيد وتعلم التوحيد، حتى وكان يدعي أنه من أهل السنة، صحيح؟ نعم. فبعض الناس يقول يا أخي لماذا ندرس التوحيد؟ يا أخي التوحيد عرفنا. نعم، فكيف تجيب هذا؟ هذا الذي يقول لا داعي لأن أعلم الناس
طيب الدرس الآن في ماذا؟ من يعرف؟ ما شاء الله فقط؟ نعم يا أخي أخلي. أي نعم المسائل الثلاثة. المسائل الثلاثة. طيب المسائل الثلاثة ما هي باختصار؟ قبل هذا من يعرف لي التوحيد عند أهل السنة والجماعة؟ توحيد. أسألك أنت موحد؟ احنا ما نريد التوحيد لغة، اترك التعريف اللغوية لا نتكلم فيه، احنا نريد التعريف الشرعي. واحد يسألك أنت موحد؟ تقول نعم. قال بالله اشرح لي التوحيد ولتبين لي التوحيد. نعم. بقي ما أعرف، ما أعرف مشكلة صح؟ مشكلة عظيمة. أبو جهل
رسم الشركيات والبدع. باللسان إنني براء مما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم. بالجوارح عدم مشاركة الكفار في أعياد واحتفالات وطقوس الشركيات والبدع، تلبس لباس الكفار القصات، الإعجاب نظر إليها، كأس العالم، مصارعة الحرة، أفلام. نعم،
في هذه الدنيا انك عابد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت ان اكون مسلما. ثم انتهى. هذا القسم الثاني، هذا اخذناه من اول ما درسنا. لماذا ندرس التوحيد؟ ثم شرح القسم الثالث والرابع وهو المهم. وهو ما هو القسم الرابع من اقسام المتن؟ شرح الاصول الثلاثه. فتح الله عليك. شرحها بماذا؟ باسئله. فاذا قيل لك ما الاصول الثلاثه تقول اسئله القبر باختصار طبعا. فاذا قيل لك من ربك؟ يا اخوان هذا من حسن التاليف، هذا من احسن ما يكون. سؤال وجواب. نعم طريقه نبويه.
أنا أتكلم، يعني لا أحد يؤمن على كلامه. طيب الدعاء، ما دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغيره، هذا واضح، العبادة لله. أما دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. طلب الولد، طلب الرزق غير الله شرك أكبر، هذا لا يقدر عليه إلا الله. لكن دعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سوي. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب، هو هنا في تركيا ونادي الولي الذي في الهند مثلاً،